يعتبر كمال الجنزوري واحد من أشهر وأفضل رؤساء الوزارة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، بس بالرغم من كده كان برضو في خلافات بينه وبين شخصيات مشهورة تانية زي صفوت الشريف، وده اللي هنشوفه في الفيديو ده على 5 بالعربي. كان دايما كمال الجنزوري واللي كان رئيس الوزراء السابق في عهد مبارك بيسافر مع الرئيس الراحل محمد حسني مبارك كل مكان بيروحه خارج مصر، وده اللي خلى الناس تستغرب، لان المفروض ان في الوقت اللي مبارك فيه بره مصر يبقى الجنزوري موجود في العاصمة لإدارة شؤون الدولة، لكن الجنزوري كان بيصر على السفر مع مبارك لان الجنزوري كان بيتضايق جدا من الوزراء اللي كانوا بيتواصلوا مع مبارك على طول، وكان دايما عنده هاجس ان الوزراء اللي بيتواصلوا مع الرئيس بينتهزوا الفرصة علشان يشوهوا صورته وبينقلوا له انطباعات سلبية عنه، وكان بيعتقد كمان انهم بيعملوا كده علشان طمعانين انهم يمسكوا منصب رئاسة الوزراء مكانه. وقتها كان هم 4 وزراء بس تقريبا اللي كانوا بيتواصلوا مع مبارك بشكل مباشر، واللي كان مقلق منهم الجنزوري، وهم وزير الدفاع والداخلية والاعلام والخارجية، بالاضافة لكمال الشاذلي وزير مجلس الشعب والشورى وقتها. واكتر واحد كان مقلق منه الجنزوري هو صفوت الشريف واللي كان وزير الاعلام وقتها، لكن عمرو موسى واللي كان وزير الخارجية وقتها كانت علاقته كويسة بالجنزوري، واللي كان دايما يحكي له انه متأكد ان صفوت الشريف بيشوه صورته وبينقل للرئيس اخبار سيئة عنه، وده علشان يوقع ما بينهم. وعلشان الهاجس ده كان ملازم الجنزوري، فكان دايما بيسعى انه يتقرب من صفوت الشريف ويعمل صداقة معاه علشان يتقي شره، لكن الجنزوري كان بيعمل محاولات كتير علشان يتخلص من صفوت الشريف قبل ما يحاول انه يتقرب منه. وبداية المحاولات دي كان عن طريق نائب البرلمان رجب هلال حميدة عند دائرة عابدين وقتها، واللي كان معروف عنه انه بيدافع عن حقوق الناس، واللي كان معارض في مجلس الشعب. وفي يوم من الايام راح رجب حميدة مكتب مدير المستشار طلعت حماد اللي كان وزير لشؤون مجلس الوزراء وصديق مقرب من الجنزوري، وعلى صوته في المكتب بسبب ان واحد من ابناء الدايرة بتاعته كان عنده مشكلة في العلاج على نفقة الدولة، فقدر طلعت حماد انه يمتص غضب رجب حميدة ووعده انه ينفذ له كل اللي هو عايزه، وطلب منه يستنى شوية في المكتب علشان الدكتور كمال الجنزوري عايز يقابله ويتكلم معاه شوية. فاستغرب رجب حميدة طلب حماد واللي ما كانش عارف الجنزوري عايزه في ايه، خاصة ان مفيش اي معرفة سابقة ما بينهم. وبعد دقايق دخل الجنزوري على رجب حميدة وحط قدامه ملف ضخم جدا، وقال له الملف ده فيه كل المخالفات اللي بتدور في وزارة الاعلام، وفيه حصر شامل لكل المخالفات والتجاوزات اللي بترتبط باهدار المال العام، ومفيش حد هيقدر يقف لصفوت الشريف ويقدم استجواب ضده في مجلس الشعب الا نائب معارض وجريء زيك. أخذ رجب الملف من الجنزوري وسكت، ووعده أنه هيدرس الملف كويس وبعدين ياخد القرار. وبعد ما شاف رجب الملف ولقى فيه فعلا مخالفات تستدعي العقاب مش المساءلة بس، لكن في نفس الوقت حس أن فيه حاجة غلط، وليه كمال الجنزوري يديه ملف زي ده، فعرف أنها مكيدة سياسية بيسعى ليها رئيس الوزراء لإيقاع صفوت الشريف فيها. وطبعا رجب خاف يورط نفسه في مسألة زي دي، فأخد الملف وروح بيه على صفوت الشريف وحكى له كل اللي حصل. صفوت الشريف أخد نسخة من الملف، والمفاجأة بقى أنه طلب من رجب أنه يقدم استجواب في مجلس الشعب، لكن لم تتم مناقشته في مجلس الشعب. أخد صفوت الشريف النسخة اللي أخدها من رجب وحطها قدام مبارك، وقال له كمان على اللي طلبه الجنزوري من النائب المعارض. مبارك غضب جدا لما سمع الكلام ده، واعتقد ان الواقعة دي كانت من ضمن الوقائع المؤثرة في حسم موقف مبارك من رئيس الوزراء كمال الجنزوري.